الذي نظر العاشق إلى قدمي وأطربت مورا وغاتما به ملله. أنا لا يعارض المتعة في عالم القدم، أنا ميسي كبيرهم على صغري. هو أخطر بشر ترة الدرر ليو الأرجنتيني يا عيني، التعجب والعجب العجاب. مش معقول مش معقول، ميسي مش عادي، عنده رية ثابتة وحاسة سادسة وساق زايدة ما يراهاش الناظرين. وهنا تشافي يعيد كرة الوراء، ترجع إلى بكير، رأسية ممتازة ميسي. هذا ميسي مع الكرة، ميسي يبحث عن الهدف الرابع ويجده في اقصى الزاويه اليمنى. طبعا سانشيز يوصل انيستا، انيستا انيستا لسانشيز، وقف سانشيز، رضية ممتازة. اوه ميسي، اوه ميسي، هل يسجل هدف التاسع عشر ميسي؟ اوه الانيام، واو ادريان، ادريانو، ادريانو يوزع جول. الانجاز التاريخي هذا الموسم، ليو ميسي هرب، ليو هرب، شوت شوت، ليو هرب، شوت شوت على هز شباك نادي برشلونة. وليو ميسي يعاود يهرب، يعاود يهرب الأرجنتيني، يدخل منطقة الجزاء، ويسادة أيضا تبقى المحاولة، الكرة الطويلة يخرج من حارس المرمى. أحسن فريق في العالم، والهدف الثالث، الهدف الثالث يقتل المباراة الثالث. في مكان سليم يتقدم الآن، الكرة موجودة وخطيرة، يا جول، أوه أوه، كيف عن إليك سانشيز، والكرة موجودة، ولاحظ السيرك الكبير، أوه أوه أمام إلى تيلو في المكان السليم، مرور جميل، التسديدة موجودة، والكرة وين؟ ملح الليجا وحلاوة الليجا وسكر الليجا وسوبر هاتريك. إبراهيم أفيلاي وتصويبه في المرمى، أيمن صريح، كرة في الجانب الأيمن، تلعب من أجويرو وميسي، ميسي ميسي جو، خطأ خطأ، غلطة غلطة، ميسي ميسي ميسي، والتاني ميسي والتاني، الله الله عليه، ضربة الجزاء، ميسي في مواجهة فولفلي، ميسي وماركو، ميسي جول، وميسي هرب، وميسي هرب، وميسي بسرعة كبيرة، إنييستا استلام لميسي والمنظومة، وميسي يسدد جول. دفاع ألماني عالي، والكرة ليست تسلل، وميسي وميسي يروح، والكرة ميسي بيدرو والحارس أبوا منظومة، كرة ليفركوزن مظلومة، وهذا اليوم ميسي ميسي. هذه الضربة الحرة أيضا تنفذ على عجل، تصل لفابريغاس، فابريغاس يلعب عرضية في المرمى، ميسي أمام ماريو فرنانديز، ليو ميسي هل يسجل الهدف الثاني؟ نعم يسجل الهدف الثاني. بيدرو وكذلك تشافي توصل لميسي، كرة صعبة، يتلاعب الآن لاعب برشلونة، تحولت إلى الأمام، خلاص الملايين، لا يعني هذا الفريق رناقة. وهنا ميسي، ميسي ومرة أخرى إلى آل، يا سلام على البيني، خلاص 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 خلاص، الله أداء تياجو، يتمنون منه أفضل. الآن ميسي حولها الرأسية بالجول، هدف بالقدم اليمنى، ليونيل ميسي يستعد، ميسي أوه يسجل. هل يكررها؟ هل يدونها؟ هل يكتبها؟ سنرى. يتقدم يتقدم ميسي، ياتي الثاني أم كرة تضيع؟ يمشي ليو ميسي، يتقدم ميسي وحط الرتي، المرتدة المرتدة أصبحت خطيرة، صارت خطيرة، صارت أخطر، لأن ميسي لأن ميسي لقوت، ميسي يتقدم وميسي يعتقد يسجل، ميسي يسجل كلب، وخاصة يلاحظ تفوق دفاع خطافي على هجمات الكاتالونيا، لكن يتقدم ميسي، يتقدم مستوى ثلاث مباريات قوية في ثمانية أيام. هذا ميسي يعطي الكرة، يستعيد ميسي، صوب ميسي في المرمى أما اليسار، قلت إن عبقرية ميسي قد تنقذ برشلونة. الآن ميسي يتقدم ويسجل الهدف التاسع، لكن برشلونة في حالة هجوم، ممكن الجول الأول، الجول الأول، الجول الأول، والباص السريع إلى الأمام، تحولت ومرة أخرى صارت أخطر، خلاص أما قدم خدمات للجميع، الكل الآن ميسي جول، تاريخ يطرق أبواب التاريخ، يطرق أبواب التاريخ والتاريخ، جمهور في مباراة الكاس، هذه كرة وميسي الهاتريك، الهاتريك هو الهاتريك هو الهاتريك، حتى بقى يعني يرتاح قليلا من أجل العودة، هذه يا ميسي
في مرمى اسبانيول في مباراته الأخيرة أمام مالاجا. أدي أمامنا ميسي، ميسي ميسي كويس في محاولة أمامنا تالتة على المرمى، وأدي ميسي الكرات، ميسي بيشيل الكرات يحطها في البعيدة ويحطها والإجمالي يصل 72. نترك هذه الأرقام لأن ميسي بالفعل عمرت بيلباو المرتبكة اليوم وانطلق من إنيستا، إنيستا يلعبها ينطلق بسرعة البر يحضر الكرة بالجهة اليمنى، انطلقت الهجوين وانطلقت ميسي، ممكن ميسي، ممكن ميسي جول. كانت بطولة 86 معدونة ميسي، ميسي الثاني 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 الثاني، يعني هي الحقيقة هذا الكلاسيكو، كلاسيكو الأهداف الغزيرة والفرص الضائعة، انطلقت ميسي. أبرز اسم أرجنتيني يتابع أيضا من داخل أرضية الملعب، هنا محاولة يا سلام يا ميسي القادم، وردة الفعل تأتي هنا من البرشا، كرة بيدرو، ميسي ينطلع والله الشكل الثالث يا الشكل الثالث يا يا التسديدة، ولا زالت أيضا الفرصة خلاص لم يسجل ميسي، ميسي أمام ضربة الجزاء يسجل ميسي، يضيع ميسي يسجل والقوة والانطلاقة حلوة، وادي العرضية والضغط القوي أليكسيس سانشيز، شوف الكورة شوف الكورة لميسي، وادي امامنا تشافي، تشافي على طول في الشمال، البا العضة حلوة قوي تمشي كرة عن طريق ميسي، ميسي ميسي هنا في سانتياغو يسجل جول، يقدر المسافة وليو يصدق اللهم اذا قرر ان يغير ليو يتقدم ليو يا سلام، خمسة لمسات والسادس الموضوع الوسع إذا فريق برشلونة بدأت الآن الفراغات على مستوى دفاع سبارتاك، كرة كانت من دافيد فيا والكرة كاسياس ليو ليو جول الأمام إلى ميسي، وميسي يمرر يترك أجويرو إلى دي ماريا، وميسي جول. الأرجنتين خرج إذا ماركوس روخو الإصابة وشارك كامبانيارو وكرة على الأرض جول. منتخب الأرجنتيني إلى طريق ليس هناك تسلل، يمكن أن تنتظر الهدف الأول. ممتازة الكرة هذه ناحية أوبا 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 إلى ميسي جول. فريق ديبورتيفو لا كورون، ميسي يلعب مع فابريغاس، فابريغاس فابريغاس ميسي مرة ثانية، راح ميسي 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 عنده الكرة أمام المرمى، لعب بوم بوم ميسي ميسي ولا دا جدت السرعة أوه هاي الكرة دي وخطيرة، ميسي ولا دا جول جول في التايم الثاني، وانطلاقة صعبة لثلاث فريق برشلونة، أوه الخامس نعم بوم 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 بوم. الاسكتلنديون يعتقدون غير ذلك لأن خطة دفاعية بابا بابا ميسي في مرة من المرات في واحدة من الجلسات الممتعة مع سي عبد المجيد خطيرة، داني ألفيس يرسلها في المكان السليم والكرة تعاد ولا زالت خطيرة في هذا الشهر. على العموم كرة سريعة ووصلت إلى برشلونة، الجول الأول الجول خلاص، طلاقة سريعة 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 صارت سريعة لبرشلونة، تحولت صح واللعبة إلى ميسي حطها سريعة وانطلاقة ويلم الجو على طول، هذه إنيستا ولكن متألق والمتابعة جول، لكن هو حقق الفوز مرة واحدة في الملاعب الروسية، وادي ميسي يخلص ده يخلص ميسي يخلص. ينطلق بهذه المعطيات الآن، الكرة ملعوبة للأمام وهذه خطيرة في الجهة اليسرى، وهذه خطيرة من جانب الرسام إنيستا ملقوبة هي تشافي حولها للأمام، ميسي الآن ميسي الآن ميسي الآن جول جول بيدرو والتغطية من لاعبين اثنين، ميسي مرة أخرى جول ميسي 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 يتقدم، ميسي يراوغ، ميسي على بعد الهدف يقترب من الهدف ويسجل، يمررها الآن إلى ميسي ودفاع نتيس متحرك، وهذه خطيرة إلى إنيستا، إنيستا إلى ميسي، ميسي ميسي خرج كرة وكرة هدف وجول لليو، ميسي خرجه على اليمين برشا فراغات والثاني قريب والثاني قريب، وميسي العجيب من الجانبين يهرب سانشيز، سانشيز يعطي باس ميسي 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 جول إنيستا، ميسي واصل الضغط، ميسي يضغط، ميسي جول 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 تشافي هيا جيم كاتالوني ليو ميسي يروح ويساوى جول.